الاسم عادل المستوي، أستاذ باحث في جامعة كومبلوتنس مدريد بقسم الدراسات العربية والإسلامية. التخصص ديالي هو سوسيولوجيات اللغة، وكنتمي لمجموعة البحث الجرايس اللي تم تكوينها مؤخرا واللي كتهتم بالأقليات اللسانية والدينية في مدريد. الأبحاث ديالي لحد الساعة كانت مرتبطة أولا بسوسيولوجية اللغة والسياسات اللغوية في شمال إفريقيا، إضافة إلى تحليل الخطاب المتعلق بكل الحركات الاجتماعية اللي كتطرق الموضوع ديال اللغة والهوية في شمال إفريقيا. الآن الأبحاث ديالي كتركز على السياسات اللغوية داخل العائلات المغربية أو العائلات من أصل مغربي في مدريد، وبالأخص كنتطرق لكيفية تعليم اللغة ولا توصيل اللغة من طرف العائلات المغربية اللي قاطنة في مدريد، سواء على مستوى التواصل داخل العائلة أو برامج تدريس اللغة العربية. وكنهتم أيضا بكل ما هو مرتبط الهوية الدينية واللغوية للأقليات الدينية وبالأخص المهاجرين المغاربة في مدريد.